سعيد مساء انوار يا شوي والف مبروك. مساء الانوار يا كابتن مدحت، بمس عليكم وعلى ضيوف الكرام كابتن مصطفى وكابتن فاروق جعفر وكابتن مجدي عبد الغني. اهلا بيك يا شوقي، مبروك. وشك حلو علينا يا كابتن شلبي. ربنا يخليك يا ربنا يكرمك. الحلقه اللي عملناها في الاسماعيليه وشها حلو علينا الحمد لله. انت رقصت مع السمسميه يا شوقي، راس عالي قوي حبيبي يا كابتن. قول لي يا شوقي النهارده يعني وجهه نظرك في سير المباراه ايه، باحساسك جوه الملعب كده يا شوقي؟ فريق الزمالك كابتن فريق كبير، يعني لازم تلعب قدامه بحذر. كنا مقفلين الملعب، بنلعب على الهجمه المرتده، واستغلنا الكره اللي جات لنا والحمد لله ربنا وفقنا. هل كان في لمسه يد جوه ضربه الجزاء يا شوقي؟ هي في فعلا هي لمسه يد بس مش مقصوده يا كابتن. غير مقصوده. غير مقصوده خالص. بالظبط بالظبط. كان حصل بعض العنف شويه وكلاشات ما بينكم وبين لعيبه الزمالك، كان سببها ايه يا شوقي؟ سببها كابتن ايه، هم مشدودين، هم عايزين يكسبوا واحنا برضو عايزين نكسب. في بعض احمد علي مثلا يعني بيقول بيغلط في اللعيبه او بيغلط لعيبه وبيعملوا حركات كده جوه الملعب بيستفزونا عشان نغلط، بس مفيش حد هنا الحمد لله يعني خرج عن الشعور والحمد لله. يعني كان الماتش بعد خلص برضو باحترام، وكابتن ميدو سلم علينا وناس محترمه يعني. جميل. طيب قول لي حد دخل لكم الاوضه بعد المباراه وقال لكم حاجه يا شوقي؟ بالنسبه لمين؟ يعني محمد بيه ابو السعود، ريكاردو، اي حد؟ الحاج محمد قعد معانا امبارح، طبعا حفز اللعيبه بمكافآت وكده وحفزنا على الفوز. النهارده دخل برضو العضو اسمه حسين ابو سعود، دخل برضو بعد الماتش كلم اللعيبه ووعدهم بالحاجات اللي هو كان قايل لهم عليها اللي هم المكافآت وكده. وان شاء الله باذن الله ينفذوها يعني. يلا بالتوفيق والف مبروك يا شوقي. ربنا يخليك يا كابتن، متشكر جدا. شكرا شكرا جزيلا. جميل. بقول لك ان للاسف فضل. الاختبارين الحقيقيين لفريق نادي الزمالك ما نجحش فيهم. نعم. اللي هم فريق مباراه بتروجيت ومباراه الاسماعيلي. لا ده خلي بالك من حاجه، ده ثلاث فرق بتوع الدنيا كمان بتوع خط القناة اتغلب منهم يعني اتغلب. لا هم دول مباريات من المصري واتغلب من بتروجيت واتغلب من الاسماعيلي. الثلاث فرق بتوع خط القناة يعني، يمكن حتى محمد ماشي معانا الكلام اهو. ده ماتش الموسم المصري، ده المصري اهو امام ده مغلوبين ده محمد زيك اللي جاب الهدف. خمس ماتشات ده المصري. يعني عايز اقول يا كابتن ان ان مباراه المصري حطها على جنب. النهارده انت عندك فرقتين، المفروض الوضع الطبيعي انك انت هم دول التارجت بتاعك، هم دول اللي انت يبقى تركيزك عليهم، هم دول اللي انت المفروض تبقى حريص جدا انك ما تخسرش منهم وفي نفس الوقت تحقق نتيجه ايجابيه معاهم. بالظبط. فشل نادي الزمالك في الحقيقه هل وبعدين النهارده لعيبه نادي الزمالك مش في حالتها. طيب بارك لمحمد زيكا الاول. يا زيكا. يا كابتن مجدي، واهلا بكابتن مدحت وكابتن فاروق وكابتن مصطفى. زيكا مبروك، الف مبروك يا زيكا. بس انت ضيعت جوان سهله النهارده يا زيكا. والله الحمد لله يعني على الاداء الاول والحمد لله على الفوز يعني، بس الحمد لله احنا كسبنا وان شاء الله مع مصر اللي جاي بقى محمد. ان شاء الله محمد شاء الله. انت عايز اقول لك حاجه، يعني الكلام ده كنت بقوله لك وانت معايا، لازم يبقى يعني مساحه الرؤيه بتاعتك وانت رايح او انت بتلعب في الثلث الهجومي تبقى اوسع من كده يا محمد، ما تبصش الارض على طول. انه لعيب كويس النهارده، انت لعيب كويس وسريع بالكوره، ودي ميزه قليله جدا في لعيبه كتير في مصر، فلازم تنمي الحته دي قوي يا محمد، تبقى عارف انت بتعمل ايه. والله يا كابتن انت كلمتني في الموضوع ده كتير، بس انا هنا يعني الضغط والكلام كتير فدوت مخليه مستباج عند قدام الجون ببقى في سنه سرعه. ايوه ما تستعجلش، فهي ديت اللي يعني ممكن باللمسه الاخيره اللي بتاثر بسبب التسرع يعني. هتتظبط يا زيكا، هتتظبط ان شاء الله والحمد لله. كنتوا متوقعين يا زيكا ان انتوا تفوزوا ولا كان يعني كلامكم مع بعض ان انتوا تخرجوا متعادلين التعادل يبقى بالنسبه لكم كويس؟ لا يا كابتن، هو التعادل كان هيبعدنا شويه عن المنافسه، كان احنا نازلين ان احنا نكسب، والراجل كلامه كله معانا في كل الماتشات من ماتش الجيش اللي فات والماتشات اللي جايه كلها اللي احنا بنلعب على المكسب، وعشان ما احنا يعني احنا ساعات بنعمل ماتش كبير وبيجي الماتش اللي بعديه ممكن بنضيعه فبنضيع كل اللي احنا عملناه في ماتش. صح. فهو قال لنا يعني مش عايزين نكسب الزمالك ويجي الماتش اللي بعديه يحصل حاجه، لا احنا نركز في الماتشات وناخد ماتش بماتشه، والراجل يعني كورته هجوميه ومركز على الناحيه دي، واحنا بس اللي بيفقد الفرق اللي هي الخبره، معظم اللعيبه الصغيره، فهو ده اللي بيفرق معانا في ماتشات وماتشات. زيكا، الكره اللي انت رحت بيها جوه ال 18 ودخلت بيها، كان تفكيرك ايه؟ كنت عايز تعمل ايه في اللعبه دي؟
انا الاول بصيت على جون كان على شمالي بس كان ياسر جه فقفل على جون الباصه وساب لي عاشور فانا شوت فكابتن عبد الواحد يعني بيتميز بالموضوع الانفرادات دوت فقفل عليا بصراحه كويس بس هو نصيب الحمد لله. اه اللي هي الكره اللي انت عديت من ناحيه الشمال. لا دي زحلق فيها اتكلم بيتكلم على بتاعه الشوط الاول. لا انا بكلمك على الكوره اللي انت دخلت بيها جوه ال 18 ورقصت وشيت بيها في الشوط الاول. الشوط الاول ده كابتن كنت برضه ركزت ان انا اعملها لبره كان المفروض انا احطها في سن رجلي في البعيده كده. برافو عليك سن رجلي سن رجلك ده اللي انا قلته ده اللي انا قلته خاصه انك انت محمد جوه الجون يعني هي زي كان انا كان المفروض اعملها في سن رجلي كده بس انا بصيت يعني اللي انا العبها بالعرض اكتر ما انا بصيت على الجون يعني. ما تلحقش طبعا. مبروك مبروك يا زيكا الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن الله يبارك فيك. الف مبروك. طيب يعني احنا هي دي نقطه النادي الزمالك ما قدرش ينجح ان هو